نادورسيتي.com قلبي نسيت حياة الصبر أن تذكر أياما تتعب لا وتستظهر أمام ألحاظ شيخ زاهد طائع وما أهيبته من وجه يقر من وجهه يقر كالبدر يبهج من بعد ويسر الورى كالبدر يبهج عن بعد ويسر الورى وهل يسر الذنوب إن المنظر إذا رنا نحو وجهي عارضا صوته أحمر حتى يكاد القلب ينفطر يتلعثم ذهني حين أستظهر ما قد حفظته وآثار الحياة تظهر إن أنذار أسوة لمن يختفي آثاره إن درب الهدى الأطل وإنني بعده كالأعذار الخائف أتلم أسلحته وصار لا يعذر سلام الله عليك يا من بكى بفراقه وراء الجن والمطر. في مدحه وعتاب تقييد البشير بن زاهد رحمه الله وهذه الخطابات التي سالت الاموال التي سالتها عليكم للانكتابات المتواضعه التي اصبحت لنا كهولانيا. العنوان ذكرى البشير. مررت مع قادر قادر البشير فارسلت نهرا قويا سعيدا فذكرته وهو يبني عقولا ويهدي التلاميذ نحو المسير فذكرته يوم كان مديرا فهاجم في الموت دار المدير فذكرته ثم جبت بدمعي وذا مثل الجنود عند الفقير وإن دموع شفاف الصدور إذا صر الدمع متى تدمع العين يمد المال وبئس الفؤاد فؤاد العقول فبعد البشير يقوم مقامه فهو خبر من عاش بين القصور. القائل في كتاب العزيز تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه لقوته ونعلم جميعا بأن العلماء لا يموتون مثل هؤلاء لا يموتون فأحضروا هذا الشأن الكبير والغفير من حملة كتاب الله والفقهاء في هذا الوقت بالضبط إلا لدليل على أن هذا الرجل زرع زرعا لا يجمع إن الرجل عثمان عاش مسكينا عاش متعبدا عاش محبا للناس محبا للخير محبا للقرآن كما يقدمها ولأهله وأقول لكم بأن هذا الرجل يعرف تعرف جميعا كتاتيب القرآن التابعة لهذا الإقليم معرفة تامة وكاملة وذلك بتنقله المستمر طيلة السنة كما عهدنا وعهدنا فيه كما تعلمون بأن كل سنة بخصوص في شهر رمضان يتنقله بعض إخوانه لاختبار مجموعة من الطلبة الالتحاق بهذا المعهد وكذلك من أجل تحفيزهم على السير قدما لحفظ القرآن الكريم. فما من لجنة النجلة إلا ونجد بها هذا الرجل بدون مقابل ولا إلا أن مقابله وعد الله سبحانه وتعالى ومحبته تجعله يتنقل نحو صحته في بواخر السن كان صحته ضعيفة ولكن كان يتنقل كلما تنقلنا إلى أي جهة تنقلنا
الكوافر او الخياط او اي مكان الا ونجد الحاج البشير رحمه الله صفق الصباح في شهر رمضان كمثل ما انه امتحن جميع الطلبه واجتمع بل وقرا الواحه وهذا المجهول حتى تعلم على انه الذي يتكلم يقول الفقيه نقول الفقيه الشاشه اسمه الفقيه الشاشه انه كان يعني كان يحفظ القران حفظا ليس بقدر الرسل العثماني وبالعثماني